بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الإعجاز الرقمي لنبدأ هذه الرحلة الإيمانية المباركة. هناك الكثير من الأمثلة في القرآن التي تثبت أن كلام القرآن لا يشبه كلامنا نحن البشر، فإذا قمنا بإحصاء تكرار أي كلمة أو أي حرف سوف نجد نظاما رقميا مذهلا. نتأمل هذه الأمثلة ونسبح الله تعالى. ما هي الكلمة الأكثر تكرارا في القرآن؟ الكلمة الأكثر تكرارا في كتاب الله تعالى هي الله. هل توحي لك هذه النتيجة بشيء؟ أما هي مجرد مصادفة؟ ما هي الأرقام الأكثر تكرارا في القرآن؟ الرقم الأكثر تكرارا في القرآن هو رقم 1. ماذا يعني ذلك الأمر؟ يعني شيئا مهما، وهو أن الله تعالى الذي أنزل القرآن أراد أن يكون أكثر اسم يذكر في هذا القرآن هو اسمه سبحانه وتعالى، ليدلنا على أنه هو من أنزل هذا الكتاب العظيم. كذلك أراد عز وجل يعطينا إشارات إلى وحدانية صاحب هذا الكتاب، فجعل أكثر رقم يذكر في القرآن هو رقم 1، لأن منزل القرآن 1 لا شريك له، فسبحان الله والله أعلم.